الجيش الوطني يعلن مقتل أبو معاذ العراقي زعيم داعش في شمال إفريقيا. تحويج في زيارة لجهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى بعد إعادة فتح الحقول والموانئ. النمروش يهدد بعدم الاعتراف بأي حوار توافقي لا تكون فيه الميليشيات طرفا بارزا. نشرة الأخبار مشاهدينا الكرام من قناة ليبيا حدث بنغازي، أهلا بكم. عقد بالعاصمة المصرية القاهرة اجتماع مهم جمع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ذلك برئاسة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي. وبحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة فإن الاجتماع جاء للتباحث في آخر الأوضاع والتطورات السياسية في الشأن الليبي. أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السيد بسام راضي أن اجتماع القاهرة رفيع المستوى بين القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد على جملة من الثوابت المشتركة بين مصر وليبيا وعلى رأسها تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والحفاظ على سلامة ليبيا ومقدراتها في مواجهة التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة وتقويض التدخلات الخارجية. من جانبه أكد الرئيس المصري على دعم المسار السياسي الذي أيدته كافة الاجتماعات الدولية والإقليمية ما يدعم بناء السلام والبناء والتنمية بعيدا عن أي تدخلات خارجية وتثبيتا للوضع الميداني. وفي ذات السياق ثمن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف المؤسسة العسكرية بقيادة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في مكافحة الإرهاب والتزامها بوقف إطلاق النار، داعيا كافة الأطراف للانخراط الإيجابي في مسارات حل الأزمة الليبية المنبثقة من قمة برلين برعاية الأمم المتحدة السياسي والاقتصادي العسكري والأمني وإعلان القاهرة وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستتيح للشعب الليبي الاستقرار والازدهار والتنمية. وأكد السيسي على دعم مصر لجهود المؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة. المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة أكد أن الإرهابي الذي تمكنت وحدات القوات المسلحة من القضاء عليه في سبها هو زعيم تنظيم داعش في شمال إفريقيا ويسمى أبا معاذ العراقي ويكنى كذلك بأبي عبد الله العراقي، موضحا أن استماتة العناصر في الدفاع عنه أكدت أنه قيادي كبير بالتنظيم. قيادي إرهابي بارز قضت عليه الوحدات العسكرية خلال المعركة الأمنية الكبرى في حي عبد الكافي بمدينة سبها جنوب البلاد، والتي قتل خلالها 9 إرهابيين وتم القبض على 2 من زوجاتهم. المتحدث العسكري قال في منشور على حسابه الرسمي بفيسبوك إنه بعد استيفاء التحقيقات تبين أن أحد القتلى هو أبو معاذ العراقي ويكنى أبو عبد الله العراقي، وهو المستشار العسكري لتنظيم الدولة الإسلامي وزعيم داعش في شمال إفريقيا. وأضاف منشور المتحدث العسكري أن العراقي دخل ليبيا بتاريخ 12 من سبتمبر عام 2014 رفقة الإرهابي عبد العزيز الأنباري بجوازات سفر ليبية مزورة عن طريق تركيا، لافتا إلى أن الأنباري حينها كان أميرا للتنظيم في البلاد وأبو معاذ مساعدا له بتكليف مباشر من أمير التنظيم أبو بكر البغدادي. وتابع البيان بعد مقتل الأنباري على يد الجيش في أحداث درنة سنة 2015 تم تكليف أبو معاذ بزعامة التنظيم في شمال إفريقيا،
مصادر أمنية أفادت بأن أبو عبد الله العراقي هو من أكراد العراق، وهذا ما يعلل استماتة العناصر الإرهابية التي كانت معه في الدفاع عنه لمدة 7 ساعات متواصلة. نجح صنف المدفعية والصواريخ بالقوات المسلحة في إعادة تطوير وتحسين منظومة صواريخ R-17 البالستية السوفيتية. ولمزيد من المعلومات حول هذه الصواريخ إليكم التقرير التالي. ليبيا بعد جهد وخبرات ليبيا حقيقة اليوم يجب أن نحترمها ونثب ونحييها على مجهودها الرائع في إعادة سلاح رادع وسلاح مهم جدا للخدمة من خلال صيانة وترميم صواريخ تكتيكية R-17. نجاح القيادة العامة للقوات المسلحة في إعادة صواريخ باليستية من طراز R-17 للخدمة. القيادة العامة بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر تسير بخطى ثابتة نحو بناء مؤسسة عسكرية نموذجية عبر بناء كافة أركانها من القوات البرية والبحرية والجوية وبخ دماء جديدة من خلال تخريج دفعات في كافة صنوف القوات البرية وتطوير وتحسين القوات البحرية عبر تطوير وترميم القطع البحري. القيادة العامة تحرص دائما على رفع القدرات الدفاعية للدولة الليبية من خلال رفع كفاءة بعض الأسلحة والمعدات العسكرية وضخ كافة الإمكانيات المتوفرة لصالح رفع هذه القدرات، فضلا عن صيانة وتطوير السلاح الجو عبر إصلاح الطائرات الحربية بكافة فئاتها وإدخال تحسينات مما أظهر قوة السلاح الجو على الإرهاب والميليشيات المسلحة. صنف المدفعية والصواريخ يعتبر أهم ذراع في القوات الجوية، حيث نجحت القيادة العامة في سابقة جديدة أن تعيد منظومة صواريخ باليستية سوفيتية من طراز R-17 إلى الخدمة كسلاح رادع ومهم بخبرات ليبية. المتحدث العسكري في 9 سبتمبر الجاري قال إن تطوير المنظومة الباليستية جاء عقب صيانتها واختبارها وتدريب العسكريين عليها، واستعانت القيادة العامة بهذه المنظومة السوفيتية القديمة من أجل تطوير قدرات صنف المدفعية والصواريخ، خاصة بعد تعرض الدفاعات الجوية للتدمير في عام 2011 من قبل حلف الناتو. وإعلان المتحدث العسكري بمثابة رسالة موجهة من القيادة العامة للدول الإقليمية والدولية تثبت فيه أنها مؤسسة عسكرية حقيقية تعمل وفق عقلية عسكرية بحتة وإثبات قدرتها في ظل الحظر المفروض على تسليح القوات المسلحة. وبالعودة مشاهدينا إلى خبر
العملية النوعية التي قامت بها القوات المسلحة في جنوب ليبيا والتي آتت بنتائج القضاء على زعيم تنظيم داعش في شمال إفريقيا. ينضم إلي عبر الهاتف لواء متقاعد محمد عباس حول هذه العملية. بداية أرحب بك سيادة اللواء في نشرة الأخبار وتواصل القضاء على أبرز القيادات في داعش على الأراضي الليبية ومن قبل القوات المسلحة، ليست العملية الأولى، وانتهاء الآن بزعيم تنظيم داعش في شمال إفريقيا. أتحدث أو أسألك عن تداعيات هذه العملية عسكريا وأمنيا بداية. السلام الله عليكم وعلى مشاهديكم الكرام، وتحية لكم وللجيش الليبي البطل الذي وضع نصب عينيه ووضع هدفه الاستراتيجي اليوم القضاء على الإرهاب. وبالتالي اليوم نجد أن القوات المسلحة الليبية قد استطاعت فعلا أن تسعى من أجل تحقيق هذا الهدف وتترجمه على أرض الواقع، وأن تضمن ارتقاء نوعيا عسكريا قتاليا، ارتقاء بمستوى الأداء وارتقاء أيضا بمستوى التخطيط وبالمعلومات الاستطلاعية الاستخباراتية وبكل ما يمكن له أن يؤدي إلى حسم المعركة في مواجهة الإرهاب الذي تقوده وتصنعه وتصنعه تركيا. تركيا اليوم هي دولة الإرهاب ورأس الإرهاب ورأس حربة أمريكا في المنطقة. اليوم استطاعت القوات المسلحة الليبية أن تضع حدا لما يسمى بقائد تنظيم داعش أو قائد الإرهاب الموجود في شمال إفريقيا، وبالتالي هذا أنا في تصوري هو إنجاز استراتيجي كبير على مستوى الاستخبارات على مستوى الاستطلاعي وأيضا على مستوى المعلوماتي، ولكن على مستوى النوعي لعمل القوات المسلحة الليبية سواء كان من خلال تنفيذ المهام بالإغارة أو بالكمائن أو أيضا بتنفيذ العمليات العسكرية العملياتية أو التكتيكية. وإذا ما قلنا أنها عملية أو معركة فهذه المعركة الحقيقة حققت هدفا استراتيجيا بالقضاء على ما يسمى بقائد تنظيم داعش في شمال إفريقيا، وهو هدف استراتيجي بقضاء الإرهاب. لكن دعني أذكر السادة المشاهدين بأن الإرهاب متعدد الرؤوس، وبالتالي إذا لم نقطع رأس الأفعى الحقيقي وهنالك رؤوس متعددة لأردوغان ولمجموعاته في المنطقة ولها عناوين كثيرة، إذا نحن اليوم مطالبون كقوات مسلحة ليبية أو سورية، يعني يذكر أننا أيضا في سوريا نواجه نفس العدو ونفس العدوان، نواجه نفس الأدوات التركية في العدوان على سوريا وعلى ليبيا وعلى المنطقة وعلى الإسلام المحمدي الحنيف. هناك عدوان تركي يمارس على الإسلام وعلى الدين الإسلامي المحمدي من خلال ما يطرحه حزب العدالة والتنمية، ما يطرحه نفسه حزب العدالة والتنمية كنموذج لإسلام معتدل محافظ جديد، هو إسلام تلمودي وإسلام بعيد كل البعد عن الإسلام الإسلامي المحمدي الحنيف. ولكننا اليوم نجد أن القوات المسلحة الليبية استطاعت أن تتقدم خطوة، لا أقول أنها نهاية معركة، إنها خطوة في الاتجاه الذي يبدو له أن يضع حدا للإرهاب التركي. نعم. ولممارسات الجيوش التركية البديلة، إنها حالة بطولية. طيب سيادة اللواء، عذرا على المقاطعة، ولكن سؤال آخر، ومن خلال خبرتك العسكرية أنت تعلم بأن الطرف الموالي لتركيا أو تركيا تصف القوات المسلحة بالميليشيات وما إلى ذلك من صفات أخرى، هل باعتقادك كعسكري مخضرم ولواء متقاعد من الجيش السوري بأن من قام بهذه العمليات النوعية بدءا بأبو الحبيب الأزدي وانتهاءا بأبي معاذ العراقي، هذه عمليات نوعية قد تقوم بها ميليشيات أم جيش محترف؟ يعني بالنسبة للتركي يعني ينظر إلى نفسه في المرآة ويعني يتحدث عن الآخرين كما يصف نفسه، وبالتالي هو يعتقد أن كل جيوش العالم بتت ميليشيات. وتركي لم يخفي تركي دوره في العدوان على سوريا سواء بدعم تنظيم داعش أم النصرة أم القاعدة أم حراس الدين والتنظيمات الأخرى. يمتد تركي اليوم إلى ليبيا إلى الصومال إلى النيجر، يمتد تركي إلى الشرق المتوسط، يمتد تركي في أذربيجان في أرمينيا في كل مكان تجد الأحلام الأردوغانية السلجوقية العثمانية. وبالتالي يجد أن كل من يتعارض معه وكل من يرفض سياساته وأحلامه التلمودية العثمانية السلجوقية يعتبره إرهابيا، وهذا الكلام يتوافق مع الفكر الترامبي
الإدارة الأمريكية والتي تعتدي على الشعوب باستخدام الجيوش البديلة واستخدام الإرهاب، خاصة إذا ما عرفنا الإرهاب بأنه امتداد للسياسة الأمريكية، امتداد للسياسة التركية. تركيا اليوم عاجزة عن مواجهة الدول والشعوب، وبالتالي تستثمر بمجموعات وجيوش بديلة، تستثمر بالإرهاب وتستثمر بالقوى والوساط التي يمكن لها أن توفر من دماء الجنود الأتراك الحقيقيين، وتستثمر بأبناء جيوش الدول البديلة عندما تقوم بنقل ميليشياتها وعصاباتها من سوريا إلى ليبيا أو من الصومال ومن مناطق أخرى، يعني من كل بقاع العالم، لا أقول فقط من دولة بعينها. تركيا تستثمر تحت الهوية الإسلامية وتحت مفردة بناء دولة الخلافة وصنع دولة الخلافة، ومن أجل الخليفة أردوغان، هذا الخليفة المارث من الدين المحمدي الحنيف. يبدو أن أردوغان ما زال يعتقد أنه قادر على اللعب بالعواطف وبالعقول، وبالقول أن دولة الخلافة أو الخرافة بين قوسين باتت قاب قوسين وأدنى. اليوم يصف كل من يقف في وجهه ويعترض على سياسات تركيا يصفها بالميليشيات، وبالتالي لا يمكن له أن يتخيل أن هنالك دولا تمتلك جيوشا. ويعتقد دائما أن كل جيوش العالم باتت مثل الجيش الانكشاري التركي، ولذلك يوجه الاتهامات يمنة ويسرى، ويوجه أيضا أصابع الشك إلى كل دول العالم وشعوب العالم، تلك التي ترفض السياسة التركية وترفض أيضا الممارسات التركية في المنطقة. التركي بات واضحا أنه ورش الحرب. نعم، وضحت الصورة. اللواء المتقاعد من الجيش العربي السوري محمد عباس، كنت معي عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا لك. نظم لواء طارق بن زياد المعزز مهرجان اختراق الضاحية بمسافة 7 كيلومترات، حيث شمل منتسبيه من جنود وضباط الصف. نتابع. اختراق الضاحية 2020. في إطار تطوير قدرات منتسبي المؤسسة العسكرية والارتقاء بقدراتهم البدنية ومستوى لياقتهم تعزيزا للمفهوم العسكري وغرس روح الانضباط والتعاون، ضمن خطة تدريبية يرتكز عليها الإعداد العسكري في الفعاليات والأنشطة الرياضية، أطلق اللواء طارق بن زياد المعزز صباح الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر اختراق الضاحية. أثبت فيه منتسبيه شدة بسالتهم وكفاءة لياقتهم البدنية العالية. ويأتي هذا بعد دورات ميدانية مكثفة سابقة هدفت لتطوير قدرات المنتسبين. وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين، صدق الله العظيم. نشاط الرياضي نشاط عسكري موجود في الخطة التدريبية للواء طارق بن زياد المعزز، حيكون النشاط أسبوعي وشهري وسنوي مثل ما النشاط التعبوي كذلك. قطرة عرق في التدريب توفر قطرة دم في القتال. التدريب واللياقة البدنية شيء مطلوب داخل المؤسسة العسكرية. وفي الختام ثمنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية مجهودات وانضباطية الجنود البواسل وتضحياتهم الجسام التي لا تنضب فداء للوطن وأمن شعبه. قطرة عرق في ساحة التدريب توفر قطرة دم في ميدان المعركة.
عقد أمير منطقة باري غات العسكرية اجتماعا تنظيميا مع مدراء محطات بلدية غات للوقود، وناقش أمير المنطقة العسكرية بالمنطقة خلال الاجتماع تداعيات ازدحام محطات الوقود ونقصه في البلدية، كما تم مناقشة كيفية استكمال الأوراق الخاصة بترخيص مزاولة النشاط، إضافة إلى دور محطات الوقود بالمساهمة في دعم الجهات الأمنية وتزويدها بالوقود. كما ناقش كيفية ضبط المحطات التي تقوم بتسريب الوقود إلى السوق السوداء، وخلص الاجتماع لاتفاق الحضور على آلية عمل لأجل تقديم أفضل الخدمة للمواطن. بلدية غات فيها 6 محطات: العوينات، تهالع، 717، برنو، البركة، إيسيل. 6 محطات، وشهادة لله حاليا في الوضع الحالي اللي قاعدين فيه كافيات البلدية وبالزيادة، واني مسؤول على كلامي. في حالة أنه يتم التوريد من المستودعات اللي في المنطقة الشرقية بشكل انتظامي، ولو كان سيارتين لكل محطة في الأسبوع، الوقود يكون كافي ومغرق المنطقة. افتتح بمدينة سرت راديو رعد 2 بعد الانتهاء من عمليات التجهيز وتركيب الأجهزة اللازمة، ويضم راديو رعد 2 مجموعة من المختصين في المجال الإذاعي. يشار إلى أن إدارة التوجيه المعنوي كانت قد افتتحت راديو رعد في بنغازي وأشرفت على إنشاء رعد 2 في سرت. بتعليمات من السيد القائد العام بإطلاق الأثير الأول للقوات المسلحة، وهذا للعلم حتى يعلم الجميع، لأول مرة في تاريخ المؤسسة العسكرية الليبية تطلق فيها المنابر الإعلامية سواء المرئية أو المسموعة، اللي إن شاء الله حنشاهد مرئية قريبا بإذن الله. بتعليمات من القائد العام صدرنا في 2018 بإبراز راديو رعد الأول في رقم 1 في مدينة بنغازي، واكب القوات المسلحة في أحداثها وفي معركة في تحرير الوطن، سواء في الجنوب، سواء في الشرق الليبي، سواء في منطقة في مدينة بنغازي. وكان راديو رعد اشتغلنا بجزئيتين، جزئية مدنية وأدمجنا معها جزئية عسكرية وأدمجنا معها جزئية مدنية. نجحنا في هذا العمل، فتحنا أبواب الدورات داخل راديو رعد بالكوادر الإعلامية العسكرية وبالكوادر الإعلامية المدنية. نجحنا بأن نخرج الآن إعلاميين في موجودين في المنابر وفي أثير الراديوات في داخل ليبيا. ولتفاصيل أكثر ينضم إلي عبر الأقمار الاصطناعية من سرت موفد قناة ليبيا الحدث رجب ليبلو. أهلا بك رجب، ونتحدث عن افتتاح راديو رعد 2 في سرت وتداعياته. بحكم قربك من الحدث، هلا حدثتنا عما حدث؟ نعم مالك، سلطنا الضوء على راديو رعد في مدينة سرت بعد أن لاحظنا إحدى اللافتات المرفوعة أمام الراديو بأن سرت قبيلة واحدة، فتوجهنا لإعداد تقرير مصور حول راديو رعد، لربما كواليس هذا الراديو وكيف تم إعداده والشعارات التي يرفعها. سوف أستضيف رئيس عرفة واحدة ناصر الحاسي مدير راديو رعد. أولا أهلا وسهلا بك على قناة ليبيا الحدث. الشعار الذي حمله الراديو، يعني وهو أن سرت قبيلة واحدة، وكل الشعارات المرفوعة بالداخل تدل على النبذ القبلية والتعصب والجهوية. أنتم كراديو رعد جئتوا إلى مدينة سرت بعد أن كانت شبه منعدمة للإعلام المحلي في الداخل، كيف جاءت هذه الفكرة وكيف كان دعم لتأسيس هذا الراديو؟ نعم، أولا مرحبا بك خويا بليبلو ولكل مشاهدين قناة الحدث. طبعا بتوجيهات من السيد القائد العام، أولا اللي بنحيوه على إصدار قراره بأن يكون للجيش وللقوات المسلحة منبر إعلامي يتحدث من عبره لتبين الدور الإعلامي العسكري، لتبين الدور المتكامل عن طريق إدارة التوجيه المعنوي عن طريق الإعلام الحربي. وهذا فخر كبير الحقيقة نعتز به اليوم بأن تناط القوات المسلحة بهذا المجال الرائع اللي استطعنا من خلاله أن نبين كل الأدوار. أخويا رجب، لسؤالك، طبعا احنا أول إعداد في مدينة بنغازي لراديو رعد، ومن ثم التوجيهات اللي أصدرت إلينا عبر القيادة عبر إدارة التوجيه المعنوي، نتوجه لمدينة سرت
لتجهيز راديو رعد 2 بإذن الله. راديو رعد سرت أسميناه، وضعنا تحت شعار سرت قبيلة واحدة. أحببنا أن يكون لمة الشام المتكاملة في هذه المدينة، أحببنا أن تكون القبيلة الواحدة هي قبيلة ليبيا بالكامل، أحببنا أن تكون كل المقسمات الاجتماعية داخل مدينة سرت بأن تكون تحت راية واحدة، تحت عمل واحد، لأجل أنه هو الهدف هو الوطن، لذلك كان هذا الشعار. التجهيز طبعا لراديو رعد، اولا نشكر كل من ساند راديو رعد وساند اداره التوجيه المعنوي من مدينه سرت، من خارج مدينه سرت، بالوقوف معنا ودعمنا في تجهيز راديو رعد بتوفير الامكانيات، بتوفير اشياء كثيره حنعلن عليها في الافتتاح ان شاء الله. وانت جيت وشد درت تقرير وتابعت روحك وتواجد معنا وتتابع في هذا العمل. نحن اليوم نقدر نقول يعني انجزنا ما يقارب عن 90% من تجهيز في استاذنك. نعم من فضلك اود فقط سؤال رئيس عرفة ناصر الحاسي، بان هل وضعت خطة برمجية محكمة لراديو رعد 2 وعن الموعد الذي سيتم فيه اطلاق البث للقبيلة الواحدة؟ مالك يسأل بأن هل تم إعداد خطة برمجية لانطلاق الراديو وتناولها في الخارطة البرمجية، وأيضا متى سوف يتم افتتاح الراديو، معلل ذلك بأنه أو الاسم حسب ما ذكر مالك بأنه هو راديو رعد 2 أو سرت قبيلة واحد؟ أكيد هو راديو رعد سرت. بالنسبة لنا احنا كإدارة التوجيه المعنوي راديو رعد 2، لأن أطلقنا في مدينة بنغازي 1 والآن نحن في سرت نطلق الراديو 2، وإن شاء الله كل ما تتقدم القوات المسلحة، كل ما تكون الجهود السلمية والعجل اللي بتتحرك في الوطن، احنا بتتابعوها بتتابعها إدارة التوجيه المعنوي وإدارة راديو رعد بافتتاح الراديوات، اللي كيف ما حكيت لك في البداية أن المنابر الإعلامية العسكرية الآن هي اللي بتتوحد مع الإعلام المدني، هيئة الإعلام والعمل المتكامل، سواء إدارة التوجيه المعنوي، سواء الإعلام الحربي، سواء الإعلام المدني بوزارة الإعلام وهيئة الإعلام، حتى نكون واحد. أما رصد سرت قبيلة واحدة، لابد أخويا مالك أن نكون بشعار. نحن لماذا خرجنا يوم 16/5/2014؟ خرجنا أولا لطرد الإرهاب، ثانيا لطرد المجرمين والخوان والمتسلقين ومن عبثوا في هذا الوطن، ثالثا لنبني الوطن. من هو الوطن؟ هي ليبيا، لذلك نحن يجب أن نكون تحت مسميات. السؤال يعني هل تم إعداد الخطة البرمجية وماذا تتضمن هذه الخطة ومتى الافتتاح؟ أكيد الخطة البرمجية أعددنا شقين في راديو رعد، شق عسكري وأدمجنا الشق المدني، ما قصيناش حد، جعلنا من البرامج المدنية لا حصة في راديو رعد، وجعلنا أيضا من البرامج العسكرية التوعوية التثقيفية، البرامج اللي بتوعي أبنائنا العسكريين، بتثقف، بتبين للعزيزنا وشيابنا وناسنا كيف دور القوات المسلحة، من برامج رائعة إن شاء الله حتكون في هذا الشيء. وبالنسبة للانطلاقة طبعا أنا كمدير عام لراديو رعد بنجهز كل شيء، ومن ثم ننقل تقريري إلى إدارة التوجيه المعنوي، وإدارة التوجيه المعنوي عندما تصدر الوقت اللي هو قريبا إن شاء الله بإذن الله، ما نبوش نصف الأحداث، لكن نقوله بإذن الله، بإذن الله في خلال الأسبوع هذا أو في خلال 10 أيام حينطلق البث المباشر لراديو رعد إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لكم مدير عام راديو رعد رئيس عرفة ناصر الحاسي، وأيضا موفد قناة ليبيا الحدث في سرت رجب ليبلو، شكرا لكما. أعلن رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان إعادة استئناف تصدير النفط الخام من ميناء لحريق النفطي وبدء تشغيل الحقول لمباشرة العملية الإنتاجية بحقلي السرير ومثله. وأوضح بن شتوان في نشرة سابقة أن الباخرة التي دخلت إلى ميناء لحريق بدأ شحنها بالفعل، والتي سينتهي العملية اليوم الساعة 10:00 مساء، وستتبعها ناقلة نفطية ثانية ستدخل بعدها للعملية. بعد رفع القوة القاهرة عن المواني النفطية، قامت شركة الخليج العربي باستئناف عمليات التصدير في ميناء الحريقة، وأول ناقلة دخلت إلى ميناء الحريقة يوم 23 بعد الظهر، واستمرت في عملية الشحن
ونزلت الآن تحت الشحن، عملية الشحن تستغرق أكثر من 32 ساعة. متوقع اليوم الساعة 10 مساء يتم عملية الشحن، وسيتم مغادرتها غدا بإذن الله صباحا. نعم، وستكون في ناقلة ثانية موجودة تدخل بعدها على طول. قام وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي لحويج بزيارة إلى جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى بعد إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية. لحويج وبرفقة رئيس جهاز حرس المنشآت اطلع على سير العمل بجهاز من حيث التأمين والحماية، إضافة إلى جولة لمقر شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز للاطلاع على عملية الإنتاج والتصدير عقب رفع حالة القوى القاهرة على الحقول النفطية. أجرى وزير الدفاع حكومة السرار صلاح النمروش جولة لعناصر الميليشيات في محور بوغرين رفقة رئيس أركانه محمد الحداد وعدد من قادة الميليشيات لمتابعة ودعم عناصرهم خلال زيارتهم للموقع، حيث اجتمعوا بمسؤولي عمليات سرت الجفرة وزاروا محاور القتال في نطاقهم. وهدد قادة الميليشيات أنهم لن يعترفوا بمخرجات أي حوار سياسي لا يكونون فيه طرفا بارزا، وبأنهم لن يسمحوا بتجاهل تضحياتهم. وجاء في تصريحات النمروش وزير دفاع السراج قبل يومين أن مباحثاتهم متواصلة مع الجانب التركي، مشيرا إلى تجهيز أول مركز تدريب في ضواحي العاصمة بدعم وإشراف من تركيا للقوة المساندة الشابة التي شاركت في القتال ضد الجيش الوطني في طرابلس. طلبت منظمة بلاو شايرس الكندية المناهضة للحروب بحظر صادرات أنظمة الاستشعار والتصوير المتطورة التي تنتجها شركة إلثري هارس ويسكم والتي تستخدمها الطائرات المسيرة التركية في عدد من المناطق الليبية. دعوات ومطالبات وعقوبات دولية أصبحت تطال النظام التركي، وذلك عقب تجاوزاتها التي انكشفت مؤخرا على عدد من دول المنطقة وكان آخرها ليبيا، حيث طالبت إحدى المنظمات المناهضة للحروب في كندا بضرورة حظر والتصوير المتطورة التي تنتجها شركة ويسكام وتستخدمها الطائرات المسيرة التركية في عدد من المناطق الليبية. كما كشف تقرير صدر بموقع سي بي سي أن الصادرات التي تقدر بملايين الدولارات من أجهزة الاستشعار عالية التقنية وتكنولوجيا الاستهداف التي أنتجتها شركة ويسكام تتعارض بشكل مباشر مع القوانين الكندية والتزاماتها الدولية بموجب معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، لافتا أن تصدير كندا لتلك الأجهزة إلى تركيا يشكل خطرا كبيرا ويقع ضمن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وأكد أنه منذ عام 2017 كانت تركيا زبونا رئيسيا لمنتجات ويسكام التي تعد واحدة من المنتجين والمصدرين الرائدين في العالم لأنظمة التصوير الكهروضوئي وأنظمة استشعار الأهداف، حيث تورط وقتها الجيش التركي في معارك جنوب شرق البلاد، كما بات يتدخل على نحو متزايد في النزاعات الدائرة بكل من ليبيا وسوريا والعراق. وأضاف التقرير أن تركيا قامت أيضا بتصدير طائرات بدون طيار مزودة بأجهزة استشعار ويسكام إلى الجماعات المسلحة في ليبيا، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة منذ ما يقارب عقدا من الزمن. كما أن هذه العمليات تظهر تجاهلاً صارخاً لأرواح المدنيين عبر شن النظام التركي هجمات مميتة في مناطق سكنية أسفرت عن مقتل وجرح مدنيين في عدد من الدول كان من بينها ليبيا. طالبت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي الضغط على حكومة صخيرات من أجل المحافظة على حقوق اللاجئين والمهاجرين في ليبيا. في تقرير جديد نشر يوم الخميس قالت منظمة العفو الدولية إن عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين في ليبيا محاصرون في حلقة مفرغة من القسوة دون أدنى أمل في إيجاد مسارات أمنية وقانونية للخروج، فبعد المعاناة المفرطة في ليبيا
يجازف اللاجئون والمهاجرون بحياتهم في البحر طلبا للأمن والأمان في أوروبا، حتى يجري اعتراضهم ويعادون إلى ليبيا ويسلمون لمواجهة ذات الانتهاكات التي سعوا إلى الفرار منها. يوثق التقرير المعنون بين الحياة والموت الروايات المروعة للاجئين والمهاجرين الذين عانوا أو شهدوا سلسلة من الانتهاكات على يد الميليشيات في الغرب الليبي، بما في ذلك القتل غير المشروع والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والاستغلال وغيره من ضروب المعاملة السيئة. منظمة العفو الدولية أشارت في تقريرها المؤسف إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يضغط على حكومة فايز السراج من أجل المحافظة على حقوق اللاجئين والمهاجرين والحد من الاعتداءات الخطيرة التي تطالهم على يد جهات رسمية وغير رسمية. أوضحت المنظمة أن الدول الأوروبية تحاول التوسط من أجل التوصل لحل أزمة المهاجرين، حيث هيئت فوضى الميليشيات في الغرب الليبي الظروف لمهربي البشر للعمل في البحر المتوسط. ولفتت المنظمة إلى أن اللاجئين والمهاجرين يواجهون الإعادة القسرية إلى البلدان المجاورة دون أن تتاح لهم إمكانية طلب الحماية الدولية. محمود الشريف، لقناة ليبيا الحدث. تستمر أزمة انقطاع الكهرباء في البلاد ليصل طرح الأحمال في بعض المناطق لأكثر من 10 ساعات، ما يؤثر سلبا على القطاعات العامة والخاصة والحياة اليومية للمواطنين. أصوات المولدات أصبحت سيمفونية اعتيادية في شوارع بنغازي التي تشهد شوارعها إظلاما منذ أشهر يصل لأكثر من 10 ساعات، ما أثر بالسلب على القطاعات العامة والخاصة التي يعتبر الكهرباء بمثابة شريان الحياة فيها. حال الليل لا يختلف عن حال النهار، ورغم الوعود بالإصلاحات إلا أن طرح الأحمال لم يخفف إلا لساعات قلال لم تكفي لرفع المعاناة عن كاهل المواطن الذي يتساءل عن أسباب هذه المشكلة. مشكلة الضي طبعا، الضي أهم حاجة، الناس مشكلة يعني الضي في بلاد نفطية يعني ما شيء يعني غريب. الحكومة هي المسؤولة، هي تقولنا مش شنو مشكلة الضي يفهمونا، نحن نديروا حل بعدهم ما يفهمونا شنو مشكلة الضي، نحن نطلعوا اللي يقطع علينا في الضي ولا نحن نطلعوا عليه شعب، نحن راقدين الرياح نطلعوا عليه. أزمة الملف القديم الجديد التي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات لم تزد فيه الوعود بالإصلاحات إلا ارتفاعاً في طرح الأحمال لساعات. أغلق محتجون الطريق الساحلي زليتن احتجاجاً ضد انقطاع التيار الكهربائي المتواصل ورفضاً لتردي الخدمات العامة وسوء المعيشة التي يعانيها المواطنون. وأظهرت صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنبيهات للمحتجين المارين العابرين أو تنبيهات المحتجين للمارين العابرين إلى طريق الساحلي زليتن بإغلاقه بالسواتر الترابية من قبل المتظاهرين. أعلن المجلس البلدي سوق جمعة دعمه للتظاهرات السلمية التي قام بها شباب البلدية احتجاجا على انقطاع الكهرباء وسوء الأحوال المعيشية. وقال المجلس في بيان له إنه كان قد دعا إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة الكهرباء وبحث خطوات التصعيد ضد الشركة وحكومة السراج، إلا أن الأعمال التخريبية التي طالت مقر المجلس حالت دون حضور المدعوين للاجتماع. وكان عدد من الشباب في سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس قد تظاهروا احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة طوال اليوم، وأضرموا النار في إطارات السيارات وأغلقوا الطريق في المنطقة مطالبين بحل أزمة الكهرباء. تواصل وزارة التربية والتعليم بالحكومة الليبية جولاتها لمتابعة المراقبات التابعة لها، حيث زار وكيل وزارة التعليم عبد الرحيم البركي رفقة مراقب التعليم الساحل خالد إبراهيم مقر لجان الشهادة الثانوية التابعة للمنطقة التعليمية الساحل
لمتابعة التزام اللجان بالإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 إضافة لمتابعة سير الامتحانات. وأشاد البريكي بعمل لجان الامتحانات في الساحل وكافة لجان مراقبات التعليم على التزامها بالإجراءات الاحترازية التي ساهمت في نجاح سير الامتحانات إلى هذه اللحظة. اليوم نحن في زيارة للاطمئنان على سير امتحانات الشهادة الثانوية في يومها الخامس في مراقب التعليم ساحل الجبل. في كما تتابعون في اليوم الأول كنا في مراقب التعليم سرت وهراوة، وأيضا كانت وزارة التعليم حتى في بني غازي، يعني نحن عندنا أكثر من فريق يتابع سير الامتحانات. وفي اليوم الثاني أيضا كانت وزارة التعليم في بني غازي أيضا، ثم في مراقبة التعليم توكرا والأبرق، واليوم أيضا عندنا وفد أو فريق آخر في مدينة شحات في مراقبة التعليم شحات، ونحن اخترنا أن نكون في مراقبة التعليم ساحل الجبل. حقيقة كل الظروف مهيئة لسير الامتحانات كما ينبغي، هناك التزام كبير بكامل التدابير الاحترازية التي أحرتها اللجنة الطبية الاستشارية. حقيقة في هذا الموقف نحن لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان لكل الذين التزموا بالتدابير الاحترازية والذين قدموا كل الدعم للعملية التعليمية ونتج عنها أبنائنا الطلاب على مقاعدهم الدراسية في استئناف الامتحانات، ثم هناك استعداد كبير حتى لاستئناف العملية التعليمية في عامها الجديد 2021. وقبل الختام أذكركم بأبرز ما جاء في نشرتنا. الجيش الوطني يعلن مقتل أبو معاذ العراقي زعيم داعش في شمال إفريقيا. الحويج في زيارة لجهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى بعد إعادة فتح الحفور والموانئ. النمروش يهدد بعدم الاعتراف بأي حوار توافقي لا تكون فيه الميليشيات طرفا بارزا. ولمتابعة آخر الأخبار يمكنكم زيارة منصات قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب وإنستغرام. أيضا يمكنكم تحميل تطبيق قناة ليبيا الحدث على هواتفكم الذكية بنوعيها. ولمتابعة البث الحي المباشر يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لقناة ليبيا الحدث libyalhadath.net. هذه تحايا فريق قناة ليبيا الحدث. نهاية النشرة، حفظ الله ليبيا، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.